ماذا أرتدي؟ ماذا أرتدي؟ هذه جميلة. ما رأيك يا أليس؟ تبدو بالضبط مثل السترة التي سرقتها من خزانتي. أعيدها لي. ما مشكلتك؟ إنها سترتي. هل هذا هاتفي؟ أو صحيح، لدي موعد مع جون الليلة. رأسي يدور. لماذا أنا على الأرض؟ ها؟ لا! حسناً، كلاكما أرادت ارتداء السترة، صحيح؟ لا تنخلع! ما من وقت لشجار، يجب أن نستعد! أول مهمة، يجب أن نستخدم الحمام. أخيراً، لدينا مرحاض واحد وشخصان. حسناً، سيكون هذا شيقاً. خذي هذا، ستحتاجين إليها. فقد تناولت طعاماً مكسيكياً ليلة الأمس. أشعر براحة كبيرة. حان وقت فرك أسناننا. افتحي معجون الأسنان. شكراً يا صديقتي. أحتاج إلى يدين لوضع المعجون. أوف، هيا. يا لك من مبدعة يا أليس. انتهت كلير من فرك أسنانها وأليس لم تبدأ بعد. حسناً، كدت أن أصل. لقد فوتت بعض الشعرات يا كلير. تبدوان رائعتين. نحن مستعدتان رسمياً للتمرن. ذلك الشعور بالحرق. إلى اليسار. إلى اليمين. يا إلهي، هذه السترة السميكة ليست مثالية للتمرن. لنرى إن كان بإمكاننا الوصول إلى أصابع أقدامنا معاً. حسناً، حان وقت القيام برقصة هولا هوب. كما لو أنها ليست صعبة من الأساس على شخص واحد. لنبدأ. لم تنجح الحركة، صحيح؟ بركانا ليس متناسقين. أوف، هذا يكفي. لننتقل إلى حبل القفز. مستعدة؟ لنقفز. لنجرب مرة أخرى، اتفقنا؟ حافظي على توازنك يا كلير. ألسنا فريقا رائعا للغاية. أتساءل إن كان هذا الموز ناضجاً. تحتاجين إلى يدين لتقشير الموزة. يا طعمها سيء. هل ساعدتني؟ سأمسك بها وأنت تسحبيها يا كلير. نعم، العمل الجماعي يحقق الأحلام. لقد كانت موزتي. يا إلهي، بقيت لي هذه القطعة الصغيرة. دعيني أساعدك يا صديقتي. إنه يوم رائع للتسوق. ربط حذائك. آخ، عندما تسقط إحدانا تلحقها الأخرى. من الأفضل أن تربطي حذائك يا كلير. حسناً، لنقم بذلك معاً. حسناً، ضعي رباطاً فوق الآخر هكذا. وسنعمل عقدة البداية. واسحبي. لنقم بحيلة أذني الأرنب. وانتهينا. بدأنا نتعود على الوضع، صحيح؟ وضع مكياج بيد واحدة مهمة صعبة. ولكن هاتان الصديقتان مستعدتان لتقديم يد المساعدة لبعضهما البعض. لكن ربما يجدر بكما الاتفاق على من ستستخدم المرآة أولاً. هل يمكنني مشاركتك المرآة؟ لم أنتهي بعد من وضع المسكرة. ولا أزال أحتاج لوضع أحمر الشفاهي على شفتي العليا. أليس، هل وضعت أحمر الشفاهي على شفتي؟ من يحتاج لمرآة عندما تكون أليس معه، صحيح؟ لقد غيرت رأيي. توقفي عن التحرك كثيراً يا كلير. بدأ أحمر الشفاهي يلطخ وجهك. هيا يا فتاة، ركزي. يبدو أنك تبالغين. أعيده لي. أبدو كمهرج الآن.
اثبتي أثناء وضعي المسكرة على رموشك. آخ، المعذرة. يخبرني حتسي أن كلير تستخدم يدها اليمنى. ربما كان من الأفضل استخدام المرآة. كلير، ما الذي فعلته بوجهي؟ سيساعد وضع بعض ظل العيون بكل تأكيد. حسناً، الكثير من ظل العيون. هكذا، صدقيني مظهرك ولا أروع. أنت تحفتي الفنية. ماذا؟ هل تريدين مني الخروج من المنزل هكذا؟ لا، وصل جون، يجب أن أذهب. لا شيء أفضل من موعد غرامي مع شخص إضافي. أتمنى لو أستطيع استخدام عيدان الأكل بيدي اليسرى. لست مدللة مثل أليس التي يتم إطعامها. لقد استحقيتها بجدارة. لا تقلقي يا أليس، فعيناي لا تريان سواك. مرحى، عيدان الأكل تجمعنا. ابتعدي من هنا. حبيبتي، دعينا لا نسمح لكلير بإفساد موعدنا. بصحتك. هذا يكفي، هذا موعد الاثنين. أوف، لا يبدو جون سعيداً. لنتعانق الآن، هيا. لا! هل كنت أحلم؟ لقد كان كابوساً. آخ، جبهتي تؤلمني. السترة الغبية. هل يؤلمك رأسك أيضاً يا كلير؟ لننهض. لنكمل من حيث توقفنا. حسناً. واو، هذه الملابس جميلة جداً. على عكس حلم أليس، فإن هذا العشاء رومانسي. أوه، انظر إلى عصفوري الحب هذين. لنشرب نخب موعدنا المثالي. بصحتك يا حبيبي. رغم أنه من الممتع التسكع مع صديقك المقرب، إلا أن قضاء وقت منفرد مع شريكك أمر ضروري. هل تريد أن تعلق في سترة مع صديقك المقرب؟ شارك هذا الفيديو مع أصدقائك لرسم الابتسامة على وجوههم. ولا تنسى الاشتراك في قناة 123 Go Challenge بالعربي على اليوتيوب لتشاهد المزيد من مقاطع الفيديو المضحكة.